تدوينات تواسة خاطر ورونا إبرة في الصور الأولية. مش ورونا في الصور الأولية متاع المرناقية، ورونا إبرة. إبرة هي متى آلات الجريمة، الله أعلم ما أهمية موضحين إبرة. عادي يعلقوا تواسة يقولكوا إبرة وخيط، علاش ما تصدقش إبرة وخيط؟ إذا صدقنا قبل كاب وساوند أبو زمان باش سيد سعيد معناتها اعتلى بهم قصر قرطاج. سؤالات على السريعة أخونا مقداد، هو بعد حكينا عن مسألة أنه هذه السلطة وهذه الفضيحة راهو من حق التونسي اليوم وغدوة ما ترقدش، من حقنا كإعلامي كصحفي كتوانسة أن تطلعنا على مستجدات هالجريمة هذه وحيثياتها وآخر تحقيقات، وإن شاء الله ما يكونش تحقيق لي فيها سي مقداد شأنه سابقه تحقيق متاع زرزيز، تعرف تاع الاغتيالات تاع البطو الفلوكه تاع زرزيز الحراقه، وكم تحقيقات متاع الاموال والمنح المسترجع. ان شاء الله يكون تحقيق جدي وتتحمل مسؤوليه الدوله هذه وتتحمل مسؤوليه السياسيه. فما تحقيقات قبل تعملت في العامين واش ولا ثم حول العام. الاحتكار، حول المضاربه، حول الحراقه، حول الجزيز في ديسمبر، ديسمبر نعم. وديسمبر 22 نعم، ولا الآن ولا جديد فيه. لماذا تعلق الأمل السيد حسين وأنت ترى ناس نعم مهناس أسأل الحكومة التونسية كتوانسة من حقنا أنك ما تغميناش يعني مرة أخرى، هذه جريمة كبيرة لا تغتفر، رأي مش هينة، رأي أمن التوانسة رأي فيها إرهابيين، الله قدر الساحة مفتوحة الآن على الله أعلم شو المقصود بها. نعم. ولكن سؤال من حق ناس روحنا ولا لم نك الإجابة. بعضهم يقول هذه قد تكون عملية بيضاء من استطاعت أو الجهاز لسوء أدرنا إذا استطاع أن يهرب هؤلاء المجرمة قد يكون بمقدوره بجرة قلم أن يزيح. ممكن يطل علينا قيس سعيد قريبا وبدل أن يجيبنا في نحو صحفين بدل منبر مفتوح بدل ممكن يحضر معنا قبل اي نعم كان يحضر معنا هي. اما بدل ان يجيبنا على الصومالي كيفاش خرجوا كيفاش هرب، هو كطريقته عاده كالعاده هكا من وحي اللحظه هو ما يجاوبكش على السؤال، هو يقول هذا الصومالي ما علاقته بالصومال ولماذا اصلا سمي الصومال وما علاقته تونس بالصومال، هو يهزك الموضوع تاع تفاهه لغويه مغروس في راسه يريد أن يستعرض بعض من الحمقات وبعض من التفاهات وما عنده حتى علاقة بجوهر الموضوع، هو يمشي للقشرة نعم وما يش القشرة الحقيقية أصلا، هي القشرة اللي في مخه ما ثم الشكل وثم المضمون، حتى من حيث الشكل أحيانا ثم ناس اختصاصهم يغرقك في الشكل حتى ينسيك لب الموضوع نعم. أصل الموضوع ينسيك فيه، هو تافه وناقص حتى في أن يثير الشكل لأنه يبقى في اللغانجي، يبقى في منطق اللغة وفي مربع اللغة يتلاعب بالكلمات فقط، وهذا هو اللي تلاعب لغوي نعم. هل الجريمة هزلزل ما علاقة الصومالي بتونس إذن؟